خلينا نكون متفقين ان انا قلتها هنا قبل كده ان الشيطان يكمن في التفاصيل. وارد جدا حكم يلعب بذكاء عليك ويحجم لك المباراه، ده حقيقي بيحصل. وده لما احنا نقوله وجانب من جماهير او اعلاميين اخرين يرددوا نفس الكلام، وارد جدا مع بعض الحكام الاذكياء نتقبل الكلام ده وانه كلام مش عيب يعني، او هو نظريه مؤامره، خاصه لو الكلام ده قاله الاستاذ احمد عفيفي نفسه بس لما كانت الكره مش معاه. نشوف فيديو الكابتن احمد عفيفي. محتاجين نسال نفسنا شويه اسئله. هل الحكم ظلم الزمالك؟ الاجابه طبعا. انا ما عنديش مشكله ان البس جون حتى بضربه جزاء غير صحيحه او اوفسايد ما هوش اوفسايد او اي قرار عكسي، لكن اكمل الماتش في اجواء عادله تديني فرصه اعوض. لكن اسوا انواع الظلم اني كحكم اسدها في وشك، أأكد لك طول الماتش مش هتكسب ولا حتى هتتعادل، كل كورة هتتضرب مش هحسب لك، وكل كورة هتستخلصها من الخصم هحسبها عليك، هخلي الكورة دايما في اتجاه مرماك وهديك انذارات تكتفك وهعامل لعبتك بشكل قذر ومش هكمل لك حتى الوقت الضايع. سبحان الله، ليفل 1 بقى هو أسوأ أنواع الظلم التحكيمي. ما عندوش مشكلة أنك تحسب عليه ركله جزاء او ان يدخل مرمى هدف من تسلل واضح، لكن عنده مشكله من فكره التحجيم اللي احنا بنتكلم فيها. والحقيقه هو محق في فكره التحجيم، لكن ليه مع نادي الزمالك شفتها انها أسوأ انواع الظلم، ومع النادي الاهلي شفتها ان هي ليفل 1 والظلم كان في الوقت الضايع فقط لا غير، تحديدا مع بكاري جسامه وماتش الوداد اللي اعتقد كان له راي تاني. هو ده بقى المختلف، لان انت بما انك دايما بتروج لنظريه ان التفاصيل الصغيره بتفرق في النتائج النهائيه، وعلى فكره انا من المؤمنين بالقاعده دي، طيب تعال نشوف الجمهور الاهلي اللي انت شفت ان عنده مؤامره، لان كان فوز الوداد بالبطوله على حسابه لا يستدعي ده تماما، رايك فيما يخص لعبة في مباراة الذهاب أمام الوداد تخص أزارو كانت محل جدل كبير، البعض راح لآراء مختلفة، طب أنت كان رأيك فيها إيه؟ نشوف الفيديو. في بدايات وليد أزارو إن هو لسه على الفينش مش عاجبني، أنا مش عارف هينجح ولا لأ، بس في نقطة أنا عيني لم تخطئها أبداً، إيه هي؟ إن أي صراع على الكورة مع أي حد في أي مكان في الملعب هو أسبق. انا هفكرك دلوقتي عشان اكد لك في جمله انا قلتها كتير جدا، اعتقد انك لازم تكون زهقت لان انا نفسي زهقت من كتر ما بقولها، لما قلت لك ان في مباراه الاهلي والوداد في برج العرب عشان عرف يسبق ويحط رجله الاول بدرك دارين باك ليفت الوداد شاط رجله ما شاطش الكوره فاستحق ضرب الجزاء وان لم تحتسب، لكنه استحقها بايه؟ بان رجله كانت قبل الكوره. بملكت سما ما حسبش ضرب الجزاء واضحه لازارو دي في المباراه الاولى، واللقطات كان فيها بكاري جسامه بيحجم المباراه بكل الطرق الممكنه، وكمان الوقت بدل الضايع اللي ظلم فيه النادي الاهلي. التفاصيل الصغيره دي لو احنا شفنا ان هي اثرت على النادي الاهلي يبقى احنا جمهور بيؤمن بنظريه المؤامره، اعتقد اسهل كتير جدا ان انت تتحدث عن مؤامرات وهميه، ولكن صعب جدا ان انت تبقى بتنسى، لا بتتناسى اللي انت قلته قبل كده. بالمناسبة الفيديو ده بعد لقاء الوداد الاهلي والوداد بشهرين تقريبا، وواضح جدا هو بيقول انا زهقت من كتر ما انا بكرر ان وليد ازارو ليه ركله جزاء في مباراة الوداد، اعتقد مباراة نهائية ركله جزاء ممكن تمنحك فرصة 2-1، اعتقد كانت تقدر تحسم البطولة وتلعب بشكل مختلف تماما في المغرب. ده بالنسبة لتصريحات التحكيم والمؤامرة الكونية.